يا جماعة هني محل ألعاب موديني أنا يا محل ألعاب داينو موجود انسى التشفيط 4000 حصان يشيل مساكم الله بالخير. جتني مكالمة حلوة من أخوي أبو محمد راشد الجابري عشان أروح لدبي وعنده سيارة اللي هي ساندراج يسمونها ساندراج برو، يعني سيارات نفس البرومود ولا هذا السيارات احنا نتسابق فيها، بس بدل لا يقومون على مضمار الدراج ريس نفسه قاعد يقومون على رمل، وبدل ما يستعملون سليكس ورا قاعد يستعملون كرافات، وبنفس الوقت السيارات هاي فور ويل درايف، ففي اختلافات بسيطة. فطلب مني اني اروح واساعدهم بالتيم، ومرة واحدة بنروح نزور جراجهم هناك. جراجهم اللي هو سب زيرو يعني معروف بكل مكان، فخل نروح نزورهم هناك بدبي ووريكم الوضع عشان صار. السلامة. وصلنا دبي. يلا رحلة خفيفة وظريفة. انت خور كله نايم. لازم وايد عاد. انا عمري ما جربت اعير سيارة ساندراج، بس الحلو ان السيارة هذه عليها داتالوج، فبشوف داتالوجات القديمة او الرنات مالتها القديمة، بس الواحد من يشوفها يفهم التاير طريقته شلون يمسك بالارض ولا التراكشن يعني عموما، وبس واحد يفهم السالفه، لان بالاخير الفور لينك السيت اب الماكينه البلور هذا كله حاله حال الدراج ريس. هي الموضوع كله ان شلون التاير يشتغل بالتراك، فهذه بس افهمها وانطيها السالفه. وصلنا سب زيرو، يعني ما شاء الله ابو محمد هنا راشد الجابري الله يحييكم. يعني ما شاء الله اول شيء قبل اصور لقيت نظره على المكان، اشياء بسيطه يعني. اول شيء مين لاين داينو ورانا، هذا المين لاين داينو اللي جربوه شركه فيول تك، جابوا فيه 5200 هورس باور، نفسه موجود عندهم هنا، وبنفس الوقت عندهم الداينو الثاني بالغرفه الثانيه. الحين ناخذ لكم نظره شيء لفه بسيطه على المكان وشنو الكابابيلتي اللي عندهم، وان شاء الله الحين احنا من زمان كدي دي ار شغالين معهم ويدرون يعني. انت شلون اول شيء مع دي دي ار؟ ما شاء الله انجاز طيب، بضاعه ممتازه جدا، دائما الناس تشتكي عدم توفر الكميه اوت اوف ستوك، واحنا كنا متصلين فيك اليوم الله يخليك جيب بوكس معاك بالطياره، بس كان بالطياره للاسف تاخرت. اي نعم، لكن الحمد لله مبيعات دي دي ار خاصه في الفئه النيسان تي في 48 والتويوتا والجي ام سي مبيعاتها 1000%. الحمد لله. وان شاء الله طبعا الموستنج والكوربت والسيارات هذه بعد فيها عليها طلب، بس تعرف شغلة البيع والإمارات أكثرها على النيسان والتويوتا، النيسان 400 والسيلفرادو عليها طلب كبير ومبيعاتها ما شاء الله أوت أوف ستوك دائما، على قد ما نضغط قد ما الشغل يزيد. هذا النجاح يعتبر. أنا في شغلة، أنت في فيجن عندك صح؟ شنو هي؟ يعني اللي شفته أنا هني ما شاء الله واحد يبي يطور في الرياضة، تمام؟ الفيجن عندنا إن إحنا نصنع كل شيء في الهاوس. ايوه نفس طريقه. اهم شيء انه يكون كله تحت ايادي خليجيه، يعني اذا قدرنا
نطور من الشباب اللي عندنا ومن الكادر اللي في الجامعات واللي المواطنين اللي يهون هاي الشغله. نتمنى منهم يتوجهون الينا، مستعدين ندربهم على اي شيء يبونه، ميكانيكا، الكتريكال، سي ان سي، في الشاسي بيلدينج، في الكاربون فايبر، في الصبغ، في الاير براش. هاي الكابيتاليتي موجود عندنا وما في اي مشكله ان ندعمهم بدون اي تحفظ. يعني ما في اكثر من كذي، الله يعطيهم العافيه ان شاء الله. يعني الخطوه الجايه يكون ان شاء الله سب زيرو كتيونينج كورك شوب دي دي ار، راح نفتح فرع صغير ان شاء الله. والحمد لله بدينا اجراءات فتح فرع لبولت قزوز. تعال بولت برفورمنس يا جماعه، ترى قريبا في دبي موجود، تجهز المكان بس توصل المكاين ونبدا على طول خلال شهرين من الحين باذن الله. المهم ناخذ لكم تور صغير بالمكان ووريكم الكابابيلتي الموجوده هني، وشلون عندهم سكشن سيارات السباق، سكشن سيارات الستريت عموما، داينو عندهم شلون المخلطه. هذا شيء ضروري بوريكم اياه، لان ما شاء الله دخلت انا شفتها يعني احدث الاجهزه موجوده هني. يعني لو انا موجود بدبي كان نايم داخل هناك. حياك الله. فخلنا اوريكم المكان و تقدر تورينا ان شاء الله نشغل اللي طفى ونشوف المطيب. يلا شوفوا على هذه السيارة جاي اشتغل عليها، يعني لو تشوفونها سيارة ماكينة بروموت نفس جايرنا، واصلا اكبر من ماكينة البروموت، تعتبر ان البلور اللي عليها توين سكرو ما هو روت، فيسوون بوست اكثر. هذه فئة ساندراج اسمها، شوفوا انتوا هاي الكرافات وراها، ونظامها نظام نفس البروموت، فور لينك وراها. هذا تشوفونه من داخل بيرلينكو بس 1 سبيد. ايش رايك بالمكان؟ قوي والله. ها؟ صدق كل شيء فيها. لا زلت زي بتاع كله، كل شيء كل شيء. الله يعطيهم العافيه. عندهم داينوين طبعا نفس ما قال لك مسعود، اللي هو الفور ويل ماك زيرو شامبو. اي حطها حولها على الثانيه. هوب داينو موجود، انسى التشفيط، 4000 حصان يشيل، يقرا لي 4000 حصان واكثر بعد. ممتاز جدا. بس يا جماعه هني محل العاب موديني، انا جاي محل العاب. لا قصدي لحيم فابريكيشن سي ان سي، الاشياء هذه كلها موجوده. فحين اوريكم سي ان سي شوفوها. للاسف ان المفتاح السي ان سي افا نحاول نجيبه الحين. تابع قدري. يعني ابو محمد جابنا البيت عنده، مذهب لنا عشاء، جزاهم الله خير، والفريج كله يعني فريجهم، خواله، عمامه، عياله، فبالعكس شيء حلو الفاميلي مع بعض كلهم هني. تعالوا خلنا نوريكم شو مزهبين لنا داخل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، دارة البركة. جزاك الله خير. هذا شوية من العشاء. شو العشاء طال عمرك؟ ماشي خفايف. ها؟ خفايف، عقب ما تسكر كاميرا بخبرك الأسامي. عادي.
هلا تعشى متصامد ولدنا. صامدون ها صامدون. بتحول دراج ولا بعد يخلصي من هالموضوع؟ عادل عادل عادل. الرحلة العبود قول دايخي ها نوم عين بالطيارة طلنا طيارة بس خلاص انتهت الرحلة انتهت خلاص انتهت الرحلة فينيش فينيش.